جاهزين، كل واحد يجيب كوباية الشاي كده قدامه كده، ويلا نبدأ. ايه طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شابتر 1 بيتكلم على اليونت والدايمنشن. يونتس يعني الوحدات، والدايمنشن الابعاد، الوحدات والابعاد. يعني يعني ايه يونت ويعني ايه دايمنشن، يعني ايه يونت ويعني ايه دايمنشن. قبل ما نتعرف يعني ايه يونت ويعني ايه دايمنشن، هنتعرف يعني ايه فيزيكال كوانتيتي، يعني ايه كميات فيزيائيه. كميات فيزيائيه، قال لك الكميات الفيزيائيه الفيزيكال كوانتيتي تتقسم لنوعين، بيز ودرايفد، يعني كميات فيزيائيه اساسيه وكميات فيزيائيه مشتقه. يعني اي كميه فيزيائيه، يعني مثلا الطول دي كميه فيزيائيه، العرض كمية فيزيائية، المساحة الاريا الفوليوم دي كمية فيزيائية اللي هو الحجم، التمبريتشر كمية فيزيائية اللي هو درجة الحرارة، البريشر اللي هو الضغط دي كمية فيزيائية، الفلوستي دي كمية فيزيائية، دي كلها بيسموها كميات فيزيائية physical quantity. طيب قال لك نوع انواع الكميات الفيزيائية نوعين، النوع الاولاني بيسموه كميات فيزيائية اساسية، والنوع الثاني يسموه كميات فيزيائية مشتقة درايفد كوانتيتي، يعني بيز كوانتيتيز ودرايفد كوانتيتي. ايه الفرق بين النوعين؟ بيز اللي هي الكميات الفيزيائية الأساسية اللي هي أي زي اللينس والماس والتايم، وضافوا لهم أربعة كمان أصبحوا سبع كميات بدل ما هم ثلاثة. أي كمية غير السبعة دول بيسموها درايفد كوانتيتي، يعني الفيلوسيتي دي بيسموها كميه فيزيائيه مشتقه درايفد كوانت، الاريا دي درايفد كوانت، الاكسلريشن والفيلوسيتي والدنسيتي والبريشر والكل دي بيسموها كميه فيزيائيه مشتقه. طيب الكميات الفيزيائيه الاساسيه زي ايه مثلا؟ زي ايه؟ زي ما احنا قلنا اللينس اللي هو الطول بيقاس بوحده المتر، الماس بيقاس بوحدة اسمها الكيلوغرام، التايم دي بيقاس بوحدة السكن، اللي هما الثلاث كميات فيزيائية الأساسية دول. ضافوا ليهم أربعة كمان، أول حاجة الإلكتريك كارنت اللي هو التيار الكهربي بيقاس بوحدة اسمها الأمبير، والتمبريتشر بيقاس بوحدة الكلفن، وأمونت أوف سبستانس بيقاس بوحدة المول، وليمينانس انتنسي اللي هي شدة الإضاءة بيقاس بوحدة اسمها الكاندل اللي هي الشمعة. طيب مش يا دكتور ثانية واحدة، نعم اتفضل. وانا المفروض ابقى حافظ كل الفاندمنتال وكل الدرايفد؟ لا هو عندك يا باشمهندس سبع كميات اساسيه المفروض تحفظهم، تكون عارفهم. تمام. اي حاجه غير دول الدرايفد، اي حاجه غير السبعه دول بيعتبر درايفد كوان. تمام ماشي يا دكتور. فمش لازم تحفظ اللي هو الدرايفد كوانت، اي حاجه غير السبعه دول. انا ما اعرفش، انا كنت عارف ان هم سبعه بس، انا فاكر ان هم حاجات وحاجات، فقلت يبقى في حاجه علامه مميزه تميز ده وده بس. لا لا، اللي هو الكميات الفيزيائيه النوعين اللي هو البيزك والدرايفد، اللي هم السبع حاجات اللي البيزك اللي احنا خدناهم دلوقتي، اي حاجه غير دول بيسموها درايفد كوانت. يعني الاريا، الفوليوم، دينس بريشر، كل اي حاجه غير السبعه دول بيعتبر ايه؟ الدرايفد كوانت. طيب شكرا. طبعا عفوا يا باشمهندس، طبعا ان في بعض يعني نتيجه اختلاف وحده القياس من بلد لاخرى، يعني مثلا في ناس بتقيس وحده الطول باستخدام المتر، في ناس في مثلا في بلاد ثانيه بتقيس وحده الطول باستخدام مثلا بتقيسه بالانش، في بعض البلدان بتستخدم بوحدة الانش بدل المتر، بتستخدم الانش اللي هو بيسموه البوصة، او اللي هو 2 سم ونص يعني. او في بعض البلدان بتستخدم بوحدة القياس وحدة الطول مثلا السنت مثلا. فتيجي اختلاف وحدات القياس من بلد لاخرى، فهم عملوا زي مؤتمر اللي هو بيز اون جنرال كونفيرنس on the weight and measurement، عمل مؤتمر للقياس. المؤتمر ده عملوا معمل بسموه معمل القياس، موجود في باريس في فرنسا. حطوا
حطوا اتفقوا على 7 كميات فيزيائية أساسية ووحدة قياس بتاعت كل كمية، يعني اتفقوا على وحدة قياس الماس اللي بيسموها الكيلوغرام، واتفقوا على وحدة قياس اللينس اللي بيسموها المتر، واتفقوا على وحدة قياس التايم اللي هي السكند، واتفقوا على وحدة قياس التمبريتشر اللي اسمها الكلفن. يعني التمبريتشر ممكن لها سيليزيوس وكلفن وفيرنهايت، لا اتفقوا على وحدة قياس الأساسية اللي هي الكلفن، وموت اوف سبسن وحده قياسها المول، والالكتريك كارنت وحده قياسه الامبير، وليمن سنسنس وحده قياس الكاندل. دي اتفقوا على وحده القياس. سموها ايه بقى النظام ده؟ بيسموها ايه اللي هو انترناشونال سيستم اوف يونت. سموا النظام ده ان هو النظام العالمي لوحده القياس، نظام العالمي لوحده القياس او ستاندرد انترناشونال سيستم اوف يونت، اللي هو النظام العالمي لوحده القياس. تمام شباب؟ تمام. طيب التعريفات دي للمعرفه فقط، يعني مجرد تعرفها ليك، يعني اللي هي الاس اي متر اللي هو ستاندرد انترناشونال متر، اللي هو تعريف المتر ايه هو؟ قال لك المتر تعريفه هو المسافه اللي يقطعها الضوء خلال فتره زمنيه معينه، هي المسافه اللي يقطعها الضوء خلال فتره زمنيه معينه، دي تعريف المتر العياري. قال لك المتر اللي هو length of path traveled by the light in the vacuum during the time interval، اللي هو خلال الفترة الزمنية اللي هي واحد على جزء من الثانية، دي على مليون جزء من الثانية، بتعريف المتر العياري. بحيث لو حصل اختلاف من بلد لبلد أخرى في قياس المتر، في المتر بتعريفه. طب الكيلو جرام العياري، قال لك الكيلو جرام العياري عبارة عن سبيكة مصنوعة من مادتين، عبارة عن اسطوانة مصنوعة من سبيكة معينة من مادتين، اللي هي المادة الأولى باسمها البلاتينيوم والمادة الثانية باسمها الإريديوم، والأسوانة دي لها أبعاد معينة محطوطة في فاكيوم، في فراغ، في وسط معزول، وسط اللي هو فري سبيس اللي هو الفراغ، مش ميديوم، مش محطوطة في وسط، أندر كونديشن في تحت ظروف معينة. يبقى إذا ماس أوف بلاتينيوم إريديوم ابعادها اللي هي 3.2 ارتفاعها بتاعها 3.2 والديامتر اللي هو القطر بتاعها برضه 3.9. اسف. قال لك اندر فاكيوم اللي هي تحت موجوده في وسط معزول، في وسط معزول، وسط سبيس، يعني ما فيش فيه ميديوم، باي انترناشونال بيرو اوف ويت اند ميجر ان باريس، موجوده في معمل بتاع القياسات الموجود في باريس. دي تعريف الكيلوغرام العياري. طيب التعريف الثانيه، قال لك الثانيه وحده القياس الثانيه، قال لك هو الزمن اللازم لعمل عدد معين من الاهتزازات، اللي هو الرقم ده لذره السيزيوم. يعني السيزيوم بتعمل في الثانيه الواحده عدد معين من الاهتزازات، اللي هو الرقم الكبير ده. قال لك تعريف الثانية هو الزمن اللازم لعمل عدد معين من الاهتزازات، اللي هو 9 مليون الرقم ده، اللي هو السوليشن اوف ذا لايت ايميتد باي ذا سيزيوم اتوم، اللي هي 133 سيزيوم 133 اتوم، اللي هي ذرة السيزيوم 133، و 133 دي الاتوميك نمبر اللي هو الماس نمبر، اللي هو العدد الاتوميك نمبر، عدد الذري بتاعها، عدد الماس نمبر. تمام يا شباب؟ فيها مشكله في الجزء اللي انا شرحته اللي فات؟ فيها حد اي سؤال؟ في حد مش فاهم؟ طيب طبعا في انظمه قياس كتيره، يعني في انظمه قياس كتيره، بس احنا اللي علينا ثلاث أنظمة بس اللي علينا، ونعرف الفرق بين كل نظام ونظام آخر. طيب قال لك طبعا احنا عندنا الكميات الأساسية اللي هي ثلاث حاجات ولا الأربع حاجات دول، اللي هي اللينس والماس والتايم، ده أهم ثلاثة. أول حاجة في النظام العالمي اللي هو مسموه ستاندرد ناشونال سيستم، اللي هو اس اي ستاندرد ناشونال سيستم، او بس في بعض الاحيان بيسموه ام كي اكس، ام اختصار لمتر،
كي الاختصار للكيلو جرام، اس الاختصار للثانية. جسم النظام العالمي اللي هو وحدة بيقاس وحدة اللينز اللي هو الطول بيقاس وحدة المتر، والماس بيقاس وحدة الكيلو جرام، والتايم بيقاس وحدة السكند، والتمبريتشر بيقاس وحدة الكلفن. بيجي نظام تاني بيسموه جاوسيان سيستم، جاوسيان سيستم اللي هو اختصار لجي جي سي اس. جي سي اس الجي دي اختصار لجرام لوحدة قياس الكتلة، والسي اختصار لسنتي، والاس اختصار لثانية. دي اختصار لمتر اللي هو ام كي اكس، دي اختصار لمتر متر كيلوغرام ثانية. دي جي سي اس اللي هو اختصار جرام سنتي ثانية. جاوسيان سيستم بسموه جاوسيان سيستم اللي هو وحدة قياس اللينز بالسنتيمتر، وحدة قياس اللينز بالسنتيمتر، وحدة قياس الماس اللي هي الكتلة بالجرام، وحدة قياس التايم بالسكند، وحدة قياس التمبريتشر بالكلفن. هتلاحظ في الثلاث أنظمة ان هما الثلاثة نفس وحدة قياس الزمن، السكند مش بتغير في الثلاث أنظمة. اما في حالة اللينز النظام الاولاني بيقاس بوحدة المتر، اما النظام الثاني بيقاس بوحدة السنتيمتر. النظام الثالث يسموه بريتش سيستم اللي هو النظام البريطاني، بيقيس وحدة الطول باستخدام وحدة اسمها الفوت اللي هو القدم، تمام؟ وبيقاس بوحدة الماس بوحدة اسمها سلاج، وبيقاس وحدة التايم بوحدة اسمها السكند، وبيقاس وحدة التمبريتشر بوحدة اسمها الفهرنهايت. طيب دي بالنسبة لأنظمة القياس. فيها مشكلة في أنظمة القياس يا شباب؟ نعيدها تاني؟ تمام يا دكتور. أي سؤال؟ تمام. طبعا مش هيجي يسألك في الامتحان يقول لك مثلا الفوت دي مثلا بيقول لي علاقته بالمتر، ولا السلاج ايه علاقته بالكيلوغرام. مش هيجي يسألك في الامتحان كده. انت تعرف أنظمة القياس، الثلاث أنظمة، كل نظام وحدات القياس اللي فيه، اللي هي وحدة قياس اللينس، وحدة قياس الماس، وحدة قياس التايم في كل نظام. طيب في حاجة اسمها بريفكس. يعني ايه بريفكس؟ يعني في بعض الأحيان، يعني مثلا قال لك دي معناها ان مثلا اليونت او الوحده مضروبه في 10 اللي هي الباور 10 اس كذا، مثلا 10 مثلا اس 2 10 اس 3. يعني مثلا رقم مثلا رقم مضروب في 10 اس كذا مثلا، يعني 3 في 10 اس 9 مثلا. قال لك بريفكس كورسبوندنت تو ذا باور اوف 10، يعني هو مقابله الباور اوف 10. طب البريفيكس اللي هي السوابق اللي هي بتسبق الوحده، زي الملي والسنتي والكيلو، دي كل مسماها ايه؟ سوابق بتسبق الوحده. دي لها اسم زي المايكرو، ولها اختصار ابريفيشن، ده اختصار. هنعرف ازاي يعني دي بيشرح يعني ايه، يعني بريفيكس يعني ايه سوابق اللي بتسبق الوحده. طيب قال لك البريفكس بيستخدم في حالة البيزك يونت اللي هي الوحدات الكونات الوحدات الأساسية والوحدات المشتقة الاثنين مع بعض، مش بتستخدم في واحدة منهم. قال لك ويستخدم طب زي ايه مثلا؟ زي مثلا يعني مثلا زي مثلا النانو اللي هو بيساوي 10 سالب 9، المايكرو اللي بيساوي 10 سالب 6، الملي اللي بيساوي 10 سالب 3، السنتي اللي بيساوي 10 سالب 2. في حاجه اسمها الدي سي بيساوي 10 سالب 1، والكيلو والميجا، الكيلو 10 سالب 3 والميجا ده 10 حاجات، والميجا والجيجا 10 سالب 9، وفي التيرا 10 سالب 12. مثلا بديك مثال، مثلا لو عندي مثلا واحده مثلا 3 56 في 10 سالب 9، عاوز احولها باختصار بالبريفكس اللي فوق ده، اكتبها بالشكل ده، هتبقى 3.56 جيجا متر بالشكل ده، او مثلا 4.92 في 10 سالب 6، دي قابل ايه؟ المايكرو سكند. يعني 4.92 في 10 سالب 6 ممكن احولها ايه؟ ل 4.92 في مايكرو سكند، او العكس لو هي بالمايكرو سكند عاوز احولها للسكند، زي على حسب الحاجات المكتوبه ايه فوق. يعني مثلا لو انا عاوز ال 4.92 مايكرو سكند، يبقى المايكرو بيقابل ايه؟
10 سالب 6 يبقى اشيل كلمه المايكرو دي واضربها في 10 سالب ايه 6 او العكس الاثنين واحد. عاوز احولها من سكند لمايكرو او مايكرو سكند لسكند زي ما. وهنا جدول بوضح جميع السوابق اللي بتسبق الوحده اللي هي البريفكس اللي عندنا واشهر حاجات الموجوده اللي احنا بنستخدمها الميجا 10 اللي قلنا الكيلو 10 اس 9 الميجا 10 اس 9 والكيلو قلنا 10 اس 3 دكتور الميجا 10 10 باور 6 مش تمام الميجا 10 10 باور 6 والجيجا 10 باور 9 والتيرا 10 باور 12 10 12 والبيكو والبيكو او البيتا 10 15 دي الحاجات اللي ايه المشهوره عندنا. يبقى هنا ادي البريفكس والسيمبل بتاعت كل واحده والفاكتور اللي انا بستخدمه ل 10 كذا. مثلا لو عايز 10 المايكرو 10 سالب 6 النانو 10 سالب 9 10 باور نيجاتيف 9 والبيكو 10 سالب 12 والفيمتو لو 10 سالب 15 تمام يا شباب. تمام الحاجات دي اكيد انتوا تعرضنا عليها قبل كده يعني. السلام يا عم. طيب ودي بعض الامثله للتحويلات مثلا انا الامثله دي مش موجوده في الكتاب بس انا عشان ايه يعني توضح لك ازاي بحول من واحده لواحده اخرى. مثلا لو عندي سنتي عاوز احول من سنتي لمتر سنتي المتر المفروض فيه 100 سنتي او السنتي فيه 1 على 100 من المتر يبقى عاوز احول من سنتي لمتر بقسم على 100 يعني بضرب 10 ب 10 نيجاتيف باور نيجاتيف 2 تمام. لو عاوز احول من سنتيمتر سكوير لمتر سكوير سنتيمتر سكوير يعتبر ايه سنتي في سنتي السنتي بيساوي 10 سالب 2 في المتر في 10 سالب 2 يعني بضرب في 10 كام 10 سالب 4 طبعا عشان احول من سنتيمتر تكعيب للمتر ثواني عشان احول من سنتيمتر تكعيب للمتر تكعيب بضرب في 10 كام في 10 سالب 6 نفس الطريقه يعني سنتي تكعيب يعتبر ايه سنتي في سنتي مضروب ثلاث مرات يعني 10 سالب 2 في المتر 10 سالب 2 في المتر 10 سالب 2 وهكذا يعني اضرب 10 كام 10 باور نيجاتيف 6 تمام شباب. الكيلو لو عاوز احول من كيلومتر لمتر بضرب في 10 3 لو عاوز احول من نانومتر لمتر بضرب في 10 سالب 9 وهكذا. لو عاوز احول من كيلو جول لجول مثلا بضرب 10 في 10 نيجاتيف 10 باور 3. طب عاوز احول من جيجا وات لوات بضرب 10 اس 9 وهكذا. تمام شباب دي امثله للتحويلات. فيها مشكله في الامثله دي يا شباب؟ تمام. يا شباب تمام. طيب نخش بقى في اهم حاجه في الشابتر اللي هو الدايمنشن. اهم حاجه في الشابتر طبعا الدايمنشن دي بيمثل البيزك او الفوندمنتال كوانتيتي يعني الكميات الفيزيائيه الاساسيه اللي هم ثلاث كميات اللي هو اللينس والماس والتايم. يعني اختصرنا لكلمه لينس اختصرناها برمز ال والماس اختصرناها برمز ام والتايم اختصرناها برمز ايه سميناه دايمنشن. يبقى هو عباره عن اختصار بيمثل الثلاث كميات الفيزيائيه الاساسيه اللي هم ايه اللينس والماس والتايم اللي هم علينا في الدايمنشن. لينس رمزه الدايمنشن بتاعه ال والماس الدايمنشن بتاعه ام كابيتال والتايم الدايمنشن بتاعه ايه تي كابيتال. دي الثلاث حاجات دول. طيب الدايمنشن بيستخدم في ايه؟ في ثلاث انواع من المسائل. اما يقول لك فايند ذا دايمنشن يبقى لو انا عندي مثلا ممكن استخدمه لايجاد الدايمنشن بتاع اي ثابت
يعني مثلا عندي كميه فيزيائيه بتتناسب مع كميه فيزيائيه اخرى هيطلع اللي هو ثابت التناسب. لو عندي مثلا كميه فيزيائيه دايركت بروبورشنال مثلا مع كميه فيزيائيه اخرى او انفيرسال بروبورشنال مع كميه فيزيائيه اخرى، بشيل علامه البروبورشنال واحط مثلا كونستانت ثابت. لو عايز اجيب اليونت بتاع الثابت دي عن طريق دايمنشن، اجيب الدايمنشن بتاعه الاول واجيب بعدين اجيب ايه اليونت. يبقى اول حاجه ممكن اعين الدايمنشن بتاع اي كميه فيزيائيه سواء ثابت تناسب او اي كميه فيزيائيه. طيب تاني حاجه ممكن لو انا عندي معادله فيزيائيه، هل هي اعرف هل المعادله دي صحيحه في الدايمنشن بتاعها ولا خطا، هجيب الدايمنشن بتاع ليفت هاند سايد اللي الطرف الايمن بتاعها والدايمنشن بتاع الرايت هاند سايد بتاعها، لو الاثنين بيساووا بعض يبقى المعادله دي صحيحه، لو الاثنين مش بيساووا بعض يبقى المعادله دي ايه خاطئه. ثالث نوع ثالث استخدام، لو قال لك استنتج معادله، يعني في علاقه ما بين كميه فيزيائيه وكميه فيزيائيه اخرى، علاقه سواء دايركت او انفيرسال، علاقه طرديه او علاقه عكسيه، عاوز استنتج علاقه، استنتج كويشن معادله علاقه بتربط ما بين الكميات الفيزيائيه دول، استنتجها ازاي؟ عن طريق الدايمنشن. يبقى الدايمنشن ليه كام استخدام؟ ثلاث حاجات. مش هيجي في الامتحان يقول لك استخدم الدايمنشن، لا، بس المسائل في ثلاث انواع من المسائل، اما يقول لك فايند ذا دايمنشن او جود دايمنشن بتاع مثلا اي كميه فيزيائيه، او يقول لك تشيك ذا كوريكت اوف ذا فيزيكال فورمولا او فيزيكال ريليشن، او يقول لك فايند ذا ريليشن بتوين، اوجد علاقه ما بين كذا 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 كميه فيزيائيه. يبقى المسائل ثلاث انواع ونتعرض عليهم دلوقتي. طب قبل ما نخش في المسائل هنعرف الدايمنشن بتاعت الكميات الفيزيائيه اللي بتتكرر في الامتحانات الفاينل يعني. تمام شباب، فاهم مشكله في الدايمنشن الاول قبل ما نخش في الجزئيه دي يا شباب؟ تمام يا دكتور. طيب بقول لك في بعض الكميات الفيزيائيه اللي بتتكرر في امتحانات الفاينل لازم نعرف الدايمنشن بتاعها واليونت بتاعت كل واحده. يعني مثلا اللينس، الدايمنشن بتاع اللينس رمزه ال، ووحده القياس بتاعته بيقاس بالمتر. الماس دايمنشن ام كابيتال، وكيلوغرام اليونت بتاعته. التايم بيقاس بالدايمنشن بتاعه اللي هو تي كابيتال، واليونت بتاعته سكند. الاريا طبعا الدايمنشن بتاعها ال سكوير. الاريا طبعا اللي هو بيساوي اللينس في الويدث، الطول في العرض. وحده يعني الطول والعرض الاثنين يعتبر لينس، يبقى ال في ال بال تربيع ال سكوير دي الدايمنشن بتاعه. واليونت بتاعت الاريا اللي هي المساحه ام سكوير. الفوليوم اللي هو الحجم، الدايمنشن بتاع الفوليوم اي فوليوم بيساوي الطول في العرض في الارتفاع. طبعا ل ال في ال في ال، الطول والعرض والارتفاع ده كله ايه اللات، يعني ال التكعيب. واليونت بتاعتها ام باور 3. طيب الدنسي اللي هي الكثافه، طبعا احنا خدنا الكثافه قبل كده، قلنا الدنسي بيساوي الماس بير يونت فوليوم، الكثافه بتساوي كتله وحده الحجوم ماس على الفوليوم. طيب بيرمز بالرمز رو بيساوي ام على في، ام اختصار للماس والفي اللي اختصار بالفوليوم. طبعا الدايمنشن بتاع الماس ايه؟ الدايمنشن بتاع الماس يا شباب يا شمهندسين، كيلوغرام. كيلوغرام دايمنشن يا شمهندس من نيويورك، ام 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 ام. والفوليوم في اللي تكعيب اللي باور 3. يبقى ام على ال باور 3 ممكن اكتبها بالشكل ده، يبقى ام ال باور نيجاتيف 3. يبقى دي الدايمنشن بتاع الايه، يعني ممكن اكتبها ام على ال باور 3 او ام في ال نيجاتيف 3. يبقى دي الدايمنشن بتاعنا او بتاع الدنس. طب عايز اجيب اليونت، الام دي اختصار للماس يبقى كيلو جرام، والال اختصار لللينس يبقى المتر باور نيجاتيف 3. تاني الدنسي قلنا بيساوي الماس على الفوليوم،
الماس الدايمنشن بتاعها ام كابيتال، والفوليوم الدايمنشن بتاعها ال تكعيب ال باور نيجاتيف 3 ال باور 3. يبقى ام على ال على ال باور نيجاتيف ال باور 3 يبقى ام في ال باور نيجاتيف 3. طيب تاني اللينير دينستي، اللينير دينستي بيساوي ايه يا شباب؟ لينير دينستي يعني كثافه طوليه اللي هي كتله وحده الاطوال، دي بسموها كتله وحده الحجوم للماس بير يونت فوليوم، دي الماس بير يونت لينس، دي كتله وحده الحجوم. يعني لو جبت واحد متر مكعب وجيت مثلا من حديد او الالومنيوم او النحاس وجيت وزنته، الماس بتاعته هي الدينست بتاعتنا. اما دي بيسموها ايه؟ دي بيسموها كتله وحده الحجوم. يعني لو جبت واحد متر، واحد متر من الحديد او الالومنيوم وجيت وزنته بيسموها ايه؟ بيسموها لينير دينستي اللي هي كتله وحده الحجوم، ماس بير يونت لينس، ماس بير يونت لينس. بالمضرب الرمز ميو، مش رو اسف، رمزها ميو، اغيره في الباوربوينت لما ابعته. ميو بيساوي ام لاختصار للماس، والاتش لاختصار لللينس اللي هو الطول. يعني الدايمنشن بتاع الماس يا شباب ام كابيتال، والدايمنشن بتاع اللينس ال كابيتال، يبقى ام على ال ممكن تبقى ام على ال، او ممكن تبقى ايه ام في ال باور نيجاتيف 1، باور نيجاتيف 1 تمام. يبقى دي الدايمنشن بتاعنا اهو بتاع لينا دينس. عاوز اجيب اليونت، الام دي اختصار للماس بكتبها كيلو جرام، والال دي اختصار لللينس بكتبها ايه؟ متر، بكيلو جرام متر باور نيجاتيف 1. يبقى عندي اليونت اهي، وعندي وعندي الدايمنشن بتاعنا. طب هسال سؤال الناس الموجودين، فاهمين الاول؟ تمام يا دكتور. انتوا خدتوا خدتوا حاجه اسمها الريلاتيف دينس، الكثافه النسبيه، خدتوها ولا مش خدتوها؟ خدناها يا دكتور. ايه بتساوي بتساوي الكثافه النسبيه؟ الناس خدناها من بدري. بتساوي بقى لنا كتير واخدينها نسيناها. بتساوي افكركم بيها، بتساوي الدينس اوف اوف ماتيريال على دينس او دينس اوف سبستانس على دينس اوف ووتر، كثافه الماده على كثافه الميه، النسبه بين كثافه الماده على كثافه الميه اللي دينس اوف سبستانس على دينس ايه اوف اوف ووتر. الدايمنشن بتاعه اسوي ايه في الحاله دي؟ ملهاش، ملهاش دايمنشن، لان الدايمنشن بتاع ال هيكنسلوا مع بعض، دينس هيكنسلوا مع بعض. يبقى دي ام في ال على ام في ال باور نيجاتيف 3، الاثنين هيتقلوا مع بعض. ايوه تمام، ما دي دينس ودي دي دينس. طيب اسمك ايه يا باشمهندس بقى؟ عبد الحسين. رقمك كام؟ 148. ماشي يا عبد الرحمن، ثواني بس ما اكتب رقمك. تمام عبد الرحمن حسين. ايوه يا دكتور حسين. 128 ماشي يا عبد الرحمن. 24 248 ماشي يا عبد الرحمن، خلاص كده. طيب نخش على الحاجه الثانيه اللي هي الفيلوسيتي، السرعه. السرعه بسوي ايه؟ ديستن بير تايم، مسافه على زمن. مسافه على زمن. يبقى عاوز اجيب الدايمنشن بتاع 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 السرعه. المسافه الدايمنشن بتاعها ايه؟ ال، والتايم الدايمنشن بتاعه ايه؟ تي. يبقى ال على تي. يبقى في الحاله دي ممكن اكتبها بالشكل ده، ال في تي باور نيجاتيف 1. يعني ممكن اكتبها ال على تي او ال تي باور نيجاتيف. نعم، هو ال اكس دي، الاكس دي اختصار للمسافه، الاكس دي ممكن اكس او دي او اي حاجه، مسافه دي. تمام، انا ما انا مش بدي اكتب القانون، قلت اكتب القانون الاول بال وجنبه القانون المختصر. يعني بالفي بيساوي ايه؟ مسافه على على تايم، الديستنس على تايم.
الديمنشن بتاع ال المسافه ب ال، والديمنشن بتاع التايم ب تي كابيتال، يبقى ال على تي كابيتال ممكن تبقى ب ال تي باور نيجاتيف 1. تمام تمام يا شباب. تمام يا دكتور. تمام تمام. طب حد يعرف ايه الفرق بين من الفلوس والسبيد؟ دي يا دكتور سكيلر، ودي دي باتجاه، دي سكيلر ودي فيكتور، دي بدايركشن ودي من غير. تمام تمام شاطرين. السبيد يا دكتور ايه السكيلر والفيكتور؟ مين 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 اللي اسمه من سكيلر ومين بين السكيلر؟ هو الفيكتور ليها يا شوال. مين اللي مين هي السبيد سكيلر ولا فيكتور الاول؟ السبيد سكيلر. والفلوستي فيكتور. تمام. لا 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 دايركشن ولا ماجنيتيود، ده فيكتور. تمام شاطرين يا شباب. طيب نخش على حاجه اسمها الاكسلريشن، العجله. العجله بتساوي الفلوستي على التايم، سرعة على زمن. العجلة التعريفة هي معدل تغير في السرعة، اللي هو الزريت تغير معدل تغير السرعة في البير تايم أو دولس بير تايم. تمام. رمز الاكسليريشن رمزها ايه؟ بيساوي في لرمز الفلوستي على التي اللي هو التايم. طبعا الدايميشن بتاع الفلوستي لسه جايبينه دلوقتي، اللي هو بيساوي ال على تي او ال في تي باور نيجاتيف 1، يبقى شيل الفلوس وعوضها ب ال تي باور نيجاتيف 1 اهي بالشكل ده. والتي زي ما هي اهي بتي، هنا ال تي باور نيجاتيف 1 على تي تحت، لما تي تي في تطلع فوق تطلع ايه؟ تي باور نيجاتيف 1. يعني ممكن اكتب ايه؟ ال تي باور نيجاتيف تي 2. تاني تي باور نيجاتيف 1 ممكن تنزل تحت، يبقى تي في تي تي سكوير، يبقى ال على تي سكوير، او ممكن اكتبها ال تي باور نيجاتيف 2. تمام يا شباب. تمام. طب الحاجات دي، الحاجات دي اللي مثلا ممكن تيجي في الامتحان، الحاجات دي ممكن يسالك يقول لك ايه رايت ذا رايت ذا ديمنشن اند يونت، اكتب ديمنشن يونت مثلا للاكسلريشن الفورس بالبريشر للبار والحاجات دي. فانا مجمع لك الحاجات المهمه واعمل واكتب لك اليونت 3 والدايمنشن 3. طيب الفورس فيها مشكله، في مشكله في الاكسلريشن في العجله؟ لا لا. طبعا الاحمر يا دكتور متر على سكند سكوير. نعم يا باشمهندس. الدايمنشن هو اللي بالاحمر. اه الدايمنشن هو اللي بالاحمر ده. تمام. واليونت اللي هو جنبه اللي هو بايه؟ بالازرق. دكتور هو مين اللي في السرعه دي اتجاه واللي ملوش اتجاه بس تاني بالانجليزي؟ قلنا الفيلوسيتي دي فيكتور، يعني لها ماجنيتيود ولها دايركشن، لها اتجاه ولها مقدار، كميه متجهه. اما السبيد دي سكيلر، يعني كميه قياسيه، يعني لها ماجنيتيود فقط لا مقدار فقط. تمام تمام. هي مش هتفرق معانا في الدايمنشن عامه، فاهمة بالعربي بس حبيت اعرف المصطلحات بالانجليزي. تمام ماشي. تمام شباب. طب هنخش على حاجه اسمها الفورس. فورس يعني ايه؟ القوه. القوه بتساوي ماس في الاكسلريشن، كتله في العجله. كتله في العجله ماس في الاكسلريشن. الماس الدايمنشن بتاعها ايه؟ ام كابيتال. الماس الدايمنشن بتاعها ايه؟ ام كابيتال. والاكسلريشن الدايمنشن بتاعها ايه؟ لسه جايبينه فوق اهو ال تي. يبقى عند الماس ام كابيتال والاكسلريشن اللي هو ال تي باور نيجاتيف 2، يبقى الدايمنشن بتاعنا في الحاله دي هيساوي ام في ال تي باور نيجاتيف 2. طب عايز اجيب اليونت، الام دي اختصار للماس يبقى كيلوجرام، والال دي اختصار لللينز او نيوتن. يا باشمهندس ماشي مفيش مشكله، يبقى هي نيوتن او الكيلوجرام متر سكند نيجاتيف 2. تمام يا شباب. طيب البريشر اللي هو الضغط، الضغط بيساوي ايه؟ فورس على الاريا. فورس على الاريا مش اكسلريشن يا باشمهندس، فورس على الاريا. تمام. يبقى الفورس على الاريا اللي هي القوه على المساحه.
قوه على المساحه. الفورس الدايمنشن بتاعه ايه؟ ام ال تي باور نيجاتيف 2، والاريا الدايمنشن بتاعها ال سكوير. يبقى في الحاله دي ال اللي هنا هتروح مع السكوير اللي تحت، هتبقى ايه؟ ام ال باور نيجاتيف 1 ام في تي باور نيجاتيف 2 على ال اللي تحت الباقيه. يبقى في الحاله دي ال اللي تحت اللي هي موجوده في المقام اللي تحت هتطلع فوق ايه؟ باور نيجاتيف 1. يبقى ام في ال باور نيجاتيف 1 في تي باور نيجاتيف 2. يبقى ام في ال سالب 1 تي سالب 2. اي سؤال يا دكتور؟ دي الدايمنشن بتاعنا ال ان اللي في الاخر دي جت منين يا دكتور؟ ال ان دي لوحده قياس بتاعتها يا باشمهندس اللي هي نيوتن، نيوتن نيوتن على المتر تربيع. تمام. نيوتن على المتر تربيع. انا كاتب لك اليونت العاديه واليونت بتاعتها اللي هي البيزك، هي نيوتن على المتر تربيع. نيوتن صح، وحده قياس الفورس نيوتن، وحده قياس الاريا بالمتر. كان في يونت ثانيه للبريشر يا دكتور صح؟ ايه اليونت اللي في التور وفي ال مل في كذا واحده يعني، في سنتي متر زي بق في كذا، وفي التور وفي كذا كذا واحده، في كذا يونت. تمام شباب؟ تمام تمام طيب نخش على حاجه ثانيه اسمها التورك. التورك يعني ايه؟ عزم الازدواج، او بيساوي ايه بقى؟ التورك بيساوي ايه؟ الفورس في الارم. التورك اللي هو بيساوي القوه في ذراع القوه. يعني مثلا لو عندي جسم بيحصل فيه روتيشن دوران بيساوي الفورس لو عندي قوتين بيحصل على الجسم. نعم يا باشمهندس؟ اللي هي البرفنديكولار ديستانس يا دكتور؟ اه اللي انتوا خدتوها في في ميكانيكا ثانويه عامه او سبيشال فيزيكس. لما خدناها الاي كارنت انتنسيتي او كارنت انتنسيتي تايمز الاريا تايمز ال تايمز ال ان. اه اللي خدتوها في الـ في الـ في الـ في الكهربيه في ال بيساوي الفورس في الار. اه ده مش كان ممكن نقول اللي هو بتاع الماجنتيك فيلد في الـ في الـ في الكارنت. ماليش دعوه مش دخلنا في الماجنتيك فيلد ولا ايه، انا هنتكلم على القانون العام عامه. ماشي بتكلم على كهربيه ولا ايه اللي دخلنا في دي؟ ماشي. التورك بيساوي فورس في الارم. الفورس هنا رمزها اف والارم لا اكس رمز برمز اكس. في ناس ممكن ترمز الرمز رمز دي اي رمز. طيب الدايمنشن بتاع الفورس ايه بقى؟ لسه جايبه من شويه اللي هو اللي فات دلوقتي بيساوي ايه؟ ام ام ال تي باور نيجاتيف 2. يبقى ام ال تي باور نيجاتيف 2 هضربها في ايه؟ في الارم. الارم الدايمنشن بتاعه ايه؟ الارم بقياس واحده بمتر، هو لينس يعتبر لينس. يبقى في ال ال يبقى ام ال تي باور نيجاتيف 2 في ال ال هتبقى دي ايه؟ ام ال باور نيجاتيف 2 في تي باور نيجاتيف ايه؟ باور نيجاتيف 2. يعني ام في ال سكوير في تي ماينس 2. طب عاوز اجيب اليونت اللي هو الام اختصار للماس يبقى كيلو جرام، والال اختصار للينس يبقى متر سكوير، والتي اختصار للتايم يبقى سكند سالب 2. ممكن اكتبها بالشكل ده او اكتبها بالشكل ده اللي هي نيوتن في المتر. ما الام وحده قياسها نيوتن والارم وحده قياسها المتر يبقى نيوتن في المتر، او الجول. ما نيوتن في المتر يعتبر ايه؟ جول. طيب نيجي للكميه الفيزيائيه الاخرى اللي هي بيسموها الورك او الانرجي. الورك اي شغل بيساوي ايه؟ قوه في مسافه، فورس في ديستانس. يعني مثلا اتحركت مسافه معينه من بيساوي قوه في المسافه، ولو مسكت مثلا قلم ورميته او اي جسم ورميته اثرت عليه قوه. القوه اللي انت اثرت عليها على الجسم في المسافه اللي اتحركها يسموها الورك اللي هو الشغل المبذول. تمام يا باشمهندس اللي مش فاتح المايك لو سمحت. الاف الدايمنشن بتاعنا بتاع الاف اللي هي الفورس بيساوي ام في ال تي باور نيجاتيف 2. طب والاكس دي مسافه، الدايمنشن بتاع المسافه ايه؟ ال
ال دكتور ال 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 يبقى هنا الفورس دايمنشن بتاع الفورس هو الدايمنشن بتاع الايه المسافه. يبقى ام في ال الباور نيجاتيف 2 في ال ال في ال بكام؟ ب ال سكوير. يبقى ام في ال باور 2 في تي باور نيجاتيف 2 يبقى ام في ال سكوير تي ب تي سالب 2. تمام يا شباب؟ في مشكله في في الورك والانرجي؟ تمام يا دكتور. طيب. تمام. الحاجه الثانيه اللي بديت الشغل او الطاقه. تمام. الحاجه الثانيه اللي اسمها الباور اللي هي القدره. الباور لو ان مثلا عندك مثلا لمبه عندك في البيت مكتوب عليها مثلا 100 واط. يعني ايه 100 واط؟ يا بتطلع كام جول في السنه الواحده، بتطلع انرجي قد ايه في زمن قد ايه. يعني لو عندك مثلا نعم تقول ايه يا شمهندس؟ بتستهلك قد ايه؟ بتستهلك قد ايه؟ اسف بتستهلك قد ايه في الثانيه؟ يعني بتستهلك انرجي قد ايه في الثانيه؟ يعني 12 واط مثلا، 12 واط يعني بتستهلك 12 جول في السنه الواحده. يبقى الباور، الباور عامه، الباور عامه بيساوي ايه؟ بيساوي الورك على التايم. الباور بيساوي ايه؟ ورك على التايم، ورك او انرجي على التايم، او انرجي على التايم. الورك دايمنشن بتاعه ايه؟ لسه كاتبينه فوق اهو، اللي هو ايه؟ ام ال باور نيجاتيف 2 في تي باور نيجاتيف ايه 2، لسه كاتبينه فوق اهو. تمام. على التايم بالتي. طيب هنا تي وهنا تي باور نيجاتيف 2، لما تطلع فوق هتطلع تي، التي اللي تحت لما تطلع فوق بتي باور نيجاتيف ايه 1 في تي، في تي باور يعني لما تطلع فوق بتي باور نيجاتيف ايه 3 1 في تي باور نيجاتيف 2 يبقى طلع تي باور نيجاتيف، او ممكن تنزل تي باور نيجاتيف 2 تحت يبقى تي في تي سكوير يبقى تبقى تي تكعيب، يبقى ام في ال تربيع على تي تكعيب مثلا. تكتبها بالشكل ده او تكتبها بالشكل ده عادي 2 1. تمام يا شباب؟ طب عايز اجيب اليونت بتاعتها. الام اتصال للماس يبقى كيلو جرام، والال اتصال لللينس يبقى متر سالب و متر سالب متر متر تربيع عشان تمام. تمام. في التي سالب ايه؟ التي اختصار للثانيه يبقى اس سالب ايه 3. دكتور هما كم وحده قياس؟ كم وحده قياس؟ بالباور. يعني قصدك في الحاجات اللي انا بشرحها ديت؟ لا هما كتير. انا لا هنتكلم على الكات، وحضرتك كاتب 3 بس في 2 بس اللي باينين. مش فاهم. انا كاتب 3 انا في 2 بس باينين عندك؟ انا كاتب مش باينه عندي عشان ال كاتب كاتب الوات الباور واحد كاس الوات او جول او جول على السكند، جول على السكند ده جول في السكند سالب. يبقى واحد القياس اما الوات اما جول على السكند او كيلوغرام متر تربيع سكند السالب 3. مستر 2 ولا نيجاتيف 2؟ انت بتتكلم على الوحده، اي واحده منين فيهم؟ كيلوغرام متر كيلوغرام متر متر باور نيجاتيف باور باور 2 باور 2 باور 2. انا كاتبها غلط هنا في الـ في الـ في اليونت. تمام يا دكتور. تمام. طيب ال احنا وقفنا فين؟ وقفنا عند الباور. نخش بقى على على الانتنسي اللي هي شده الاضاءه او الشده عامه. لو عندك برضو لمبه عندك في البيت، لو عندك مثلا عاوز اجيبها شدتها قد ايه، الانتنسي بتاعتها قد ايه، اشوف بتستهلك باور قد ايه مثلا 12 واط مثلا، واشوف الاريا مساحه الغرفه عندي مثلا قد ايه. يبقى الانتنسي بيساوي ايه؟ بيساوي القدره للبار على الاريا على المساحه اللي فلما مثلا تركب لمبه مثلا قدرتها شده الاضاءه بتاعتها كبيره، يعني يعني بتطلع باور، يبقى بتطلع باور كبير في مساحه مثلا قليله مثلا. يبقى الانتنس بتعتمد على حاجتين، تعتمد على الباور على القدره وتعتمد على الاريا. يعني لو جبت مثلا لمبه عندك مثلا في البيت وحطيتها مثلا 12 واط غير لما تجيب لمبه مثلا
وشده الباور بتاعتها يكون مثلا 100 واط لللمبات الحديثه مثلا، تلاقي داتا افضل نفس النوع. فالانتنس بتعتمد على حاجتين، بتعتمد على الباور وتعتمد على ايه؟ على الاريا. الباور اللي هنا مش باور مستهلكه، يعني الباور اللي طالعه لشده الضوء اللي طالع، مش الباور اللي بتستهلك. تمام شباب؟ يبقى الانتنس يساوي ايه؟ الباور على الاريا. الباور هنا الدايمنشن بتاعه الباور اللي احنا لسه جايبينه دلوقتي بيساوي ايه؟ ام ال سكوير تي باور تي سالب 3 او تي باور نيجاتيف 3 نيجاتيف 3. يبقى هنا هنكتب الدايمنشن بتاع الباور عادي اللي هو ام ال سكوير تي باور نيجاتيف 3 على الاريا اللي ايه؟ ال سكوير. ال ال سكوير ده هتروح مع ال ال سكوير اللي هنا. تمام؟ هتبقى ايه فوق؟ ام في تي باور نيجاتيف ايه؟ باور نيجاتيف 3. يعني هسوي ايه؟ ام في تي باور نيجاتيف 3. الناس اللي لسه بتجاوب يا جماعه اللي فتح المايك فيلو، ام في تي باور نيجاتيف 3. طب عايز اجيب اليونت، الام اختصار للماس يبقى كيلو جرام، والتي اختصار للتايم يبقى سكند سالب ايه؟ 3. طب هو في يونت ثانيه ممكن اكتبها بالشكل ده، وات على المتر سكوير او وات في متر باور نيجاتيف 2. يبقى دي يونت، بس دي اليونت الاساسيه اللي عندنا اللي هي الاس اي يونت. يعني مش يقول لك، ممكن يقول لك ايه رايت ذا دايمنشن اند اس اي يونت، مش تكتب لي الاس اي يونت. يبقى دي الاس اي يونت، الاس اي يونت اللي هو الستاندر انترناشونال يونت. دي اليونت الثانيه بتاعت الايه؟ تمام. دي الوحده، دي الوحده الاساسيه بتاعت الانتنس اللي هي اس اي يونت، ستاندرد ناتشورال يونت، الوحده العالميه، وحده القياس العالميه. طيب فيها مشكله في الانتنس يا شباب؟ اشرحها تاني ولا فيها مشكله يا باشمهندسين؟ تمام. لا تمام يا دكتور، تمام يا دكتور. طب نخش على المومنتم. مومنتم يعني ايه؟ يعني كميه الحركه. كميه الحركه بتساوي ايه؟ ماس في الفيلوسيتي، كتله في سرعه. يعني اي جسم يتحرك ليه كتله وليه سرعه، يبقى ليه مومنتم، ليه كميه حركه. الماس الدايمنشن بتاعه ايه؟ ام كابيتال. والفيلوسيتي كميه الدايمنشن بتاعه ايه؟ ال تي باور نيجاتيف 1. يبقى الدايمنشن في الحاله دي مومنتم بتساوي ام في ال تي باور نيجاتيف 1. طب عاوز اجيب اليونتس، اليونت في عاده ماس اختصار لايه؟ الام اختصار للماس يبقى كيلو جرام، والال اختصار لللينس يبقى المتر، والتي للتايم اللي هو بقاس وحده السكن يبقى سكن سالب 1. تمام يا شباب؟ اخر حاجه هنا حاجه اسمها فيسكوستي كوفيشن، معامل اللزوجه. يعني عندي مثلا الميه والجليسرين، كل واحد ليه معامل لزوجه، اللي هو معامل لزوجه اللي هو اسمها الفراكشن فورس، اللي هو قوه احتكاك ما بين طبقات السائل. قوه احتكاك ما بين طبقات السائل، لما تلاحظ ان الميه بتتحرك ببطء والجليسرين بيتحرك بصعوبه. ليه؟ لان في احتكاك، في فيسكوستي كوفيشن، معامل لزوجه عالي، او في احتكاك، في فراكشن ما بين بين لير اوف ليكويد. فعايزين نجيب في قانون لمعامل اللزوجه برمز ايتا، ايتا اللي هو معامل اللزوجه. لو انتم فاكرين الرسمه دي يا شباب اللي انتم خدتوها، انتوا خدتوا طبعا خدتوا اللزوجه في الثانويه العامه ولا ما خدتوهاش؟ اخدناها يا دكتور. لو افكركم بيها، لو انا عندي سطحين من الازاز مثلا، او سطحين وفي لير من الليكويد مثلا ما بينهم بشكل كذا كذا لير، ومساحه كل سطح ايه، وطبعا بيتحرك بسرعه ايه، في، والمسافه ما بين الاسطح كلها ايه، اسمها ايه، اتش. يعني مثلا لو انت مثلا عندك جبت مثلا لوحين ازاز مثلا يعني
وحطيت ما بينهم مثلا طبقه من الجليسرين وحركت السطح اللي فوق وثبت، او جبت رز متورع عندك في البيت وحركت الرزمه اللي فوق السطح اللي فوق وسبت الايه اللي تحت. فدي الاتش اللي هو الارتفاع. فطبعا كل طبقه لها سرعه معينه مختلفه على الطبقه الاخرى. فقال لك معامل الزوجه اللي هو الايت الايتا بيساوي اف اللي هو قوه الاحتكاك للفريكشن فورس اللي هو قوه الاحتكاك ما بينهم، والاتش اللي هو المسافه، والاي اللي هي مساحه اللايرز نفس مساحه الطبقه، والفي اللي هي الفيلوسيتي بتاعت الايه اللاير. تمام. طب الدايمنشن بتاع الفورس ايه يا شباب؟ ام في ال تي باور نيجاتيف 2. والدايمنشن بتاع الاتش، اتش دي عباره عن مسافه في ال عادي يبقى ال، والدايمنشن بتاع الاريا ال سكوير ودايمنشن بتاع الفي اللي هي السرعه، دي سرعه ال تي باور نيجاتيف 1. تمام. طيب تمام. هنا ال ال دي وال ال دي هيروح مع ال باور نيجاتيف ايه 2. تمام. والتي باور نيجاتيف 1 هيروح مع هتبقى تي ان باور نيجاتيف ايه باور نيجاتيف 1 بدل باور نيجاتيف 2 اللي فوق هتبقى بس. تمام. هتبقى ايه؟ ام تي باور نيجاتيف 1 على ال ال. تاني تاني اللي هنا ال ال اللي ال ال في ال ال بال سكوير هيروح مع ال ال سكوير اللي تحت، وهنا تي باور نيجاتيف 1 لما تطلع فوق تي باور نيجاتيف بلس 1 يعني تطلع فوق بتي تي في تي سالب 2 هتبقى تي سالب 1. دكتور. نعم اتفضل. دلوقتي احنا عندنا الهايت ده الهايت بتاعت الكونتينر نفسه اللي بيشيل الحاجه، والاريا دي الاريا بتاعته، والفوليوم اللي هي الحجم مش الفوليوم مش الفوليوم السرعه البلوستي السرعه يا باشمهندس انا اسف الفوليوم الفورس دي بتاعت ايه بالظبط؟ ما هي الفورس دي اسمها فراكشن فورس، قوه الاحتكاك ما بين ذا لير بين طبقات السائل بين ذا لير لير اوف ليكويد. تعريف الفيسكوستي اللي هي اللزوجه تعريفها ايه؟ ذا فراكشن فورس بين ذا لير اوف ليكويد، قوه احتكاك بين طبقات السائل. الاف دي اللي فراكشن فورس اللي هو قوه احتكاك، قوه احتكاك ما بين طبقات السائل. هتلاحظ ان الليرز ان السائل في حاله الميه بتتحرك بسرعه، اما في حاله الجليسرين او العسل مثلا بتتحرك ببطء. ليه؟ لان في فراكشن فورس في قوه احتكاك بتمنع بتقلل من حركته بتقلل من سرعته. الايتا بيعتمد على بيعتمد على اول على فراكشن فورس على قوه احتكاك، بيعتمد على الاتش اللي هو الارتفاع ده، والفي هو بيعتمد على الاريا المساحه. تمام. اي سؤال تاني؟ اي سؤال؟ لا تمام. لا تمام. طيب يبقى هنا ام في تي سالب 1 على ال ال ادينا ايه؟ ال ال دي تحت هتطلع ال باور نيجاتيف 1، يبقى ام في ال تي ال باور نيجاتيف 1 في تي باور نيجاتيف 1، يبقى ام في ال سالب 1 تي سالب 1. طب عاوز اجيب اليونت بتاعتها، ام اختصار للماس يبقى كيلو جرام، والال اختصار لللينس يبقى المتر سالب 1، والتي اختصار لايه؟ السكن. تمام يا شباب؟ تمام تمام يا دكتور. تمام تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب في بعض الملاحظات المهمه طبعا مش موجوده في الكتاب، بس دي ملاحظات مهمه وانت بتحل مسائل هتقابلك في المسائل. ايه بقى؟ بص معايا. طبعا احنا واحنا بنحل مساله ممكن نجمع كميتين فيزيائيتين مثلا لينس زاد لينس مثلا، مفروض كميه فيزيائيه زاد نفس الكميه ادينا نفس الكميه الفيزيائيه، مثلا طول زاد طول ادينا طول، كتله زاد كتله ادينا كتله، يعني ال بلس ال مش المفروض مدينا 2 ال، لا بال بس، محدش يكتب لي 2 ال، يعني مش بجمع ارقام بجمع كميات فيزيائيه، يعني المفروض طول لللينس بلس لينس المفروض الناتج اللي يطلع ايه؟ نفس الكميه الفيزيائيه اللي هو اللينس، مش هيطلع لي 2 ال. حد فاهم حاجه؟ ايوه ده لما يبقى ايوه لما يبقى يا دكتور انما طيب. لو سمبل زي كده هيبقى 2 ال صح ولا ايه؟ لا ما ينفعش اكتب 2 ال، 2 ال كده غلط. انا بجمع مش بجمع ارقام يا باشمهندس، انا بجمع كميات فيزيائيه لينس، يعني المفروض ايه كميه فيزيائيه يعني قصدي يعني لما ال
هو قصدي يا دكتور اللينس دي اللي هي واحد متر وواحد متر يعني مثلا بص يا شمهندس مثلا ال الاولانيه ولتكن مثلا ايه 3 متر مثلا يعني والليل الثانيه قلت ايه 2 متر معايا يا شمهندس اللي بعد عن المايك المفروض ان انت يطلع لي هيطلع لي اريا هيطلع لي فوليوم هيطلع لي مساحه هيطلع لي حجم لا 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 هيطلع لي لينس هو ما بيتكلمش كده يا دكتور هو فاهم غلط بس هو مش ينفع اكتب 2 ال يا شمهندس هنا انا دي لينس بجمع كميات فيزيائيه بجمع رموز مش بجمع ارقام طب مثلا ماس ناقص ماس كتله ناقص كتله المفروض ده صفر ده هدينا ماس يعني ام ناقص ام هدينا يعني كلمه ماس دي يا دكتور بيبقى جنبها رقم وماس تاني جنبها رقم واللينس دي جنبها رقم لا هو فاهم هو ايوه يعني اللينس ده مثلا لو ده 5 وده 2 هيبقى 3 انت قصدك ان الماس الاولى بقيمه والماس الثانيه بقيمه ايوه انا قصدي كده لا يا باشمهندس انا باشمهندس بص يا باشمهندس المفروض يعني دلوقتي انا بجمع حاجتين كميتين فيزيائيه كميه فيزيائيه مثلا طول زائد طول المفروض الناتج هيطلع لي طول هيطلع لي نفس الكميه الفيزيائيه الناتج طبعا أيوة. رقم انت حضرتك ايوه الناتج هيطلع لي نفس الكميه الفيزيائيه بطرح كميه فيزيائيه ناقص كميه فيزيائيه ثانيه المفروض الناتج هيطلع لي نفس الكميه الفيزيائيه مش انت مش ينفع أيوة. اجمع او اطرح كميتين فيزيائيتين مختلفتين صح تمام عشان مش يجي ما اجي احل المساله ما تقول لي دي جت منين يعني ال بلس ال المفروض نكتبها 2 ال لا بكتبها ال او ام او ال ماينس ال المفروض دي ناقص صفر لا بكتبها ال سواء ال بلس ال او ام ماينس ال برضه اللي ناتج ايه 1 ال مش تقول لي انا اخترعت رياضه جديده طب يا دكتور لو جاب لي مثلا 2 ال زائد 3 ال هدينا ال اللي برضو اللي برضو اتنين ال زي تلاتة ال سواء مئة ال او 500 ال هدينا برضو الناتج ال طول زي طول هدينا طول ماس زي ماس هدينا ماس تايم ماينس تايم هدينا تايم برضو طب يا دكتور معلش مش ال دي اللي هي الميتر تمام يا دكتور طيب ما هو لو هو بيتكلم اللي هو بيقول لك لو 2 متر انا مش شغال باليونتس يا شمهندس انا مش شغال باليونتس انا شغال بالكميه الفيزيائيه تمام الناتج هيطلع لي ايه هدينا طول ولا هدينا ولا هدينا حجم هدينا لا لا هدينا طول بس انا فهمت حضرتك يا دكتور حضرتك بتتكلم ان هي الفكره ان هي هتطلع نفس الكميه الفيزيائيه انما حضرتك مش عاملها كماثيماتيكال ايكويشن انا فهمت حضرتك ايوه تمام شباب فهمتوا في حد لسه مش فاهم طيب تمام ماجي بقى القسمه بقى ماجي اقسم كميتين فيزيائيتين من نفس النوع زي المثال اللي انا سالته للشمهندس اللي هو انت قلت لك الريلاتيف دينسي اللي هي بتساوي الدينسي اوف ماتيريا على الدينسي اوف ووتر مثلا كثافه على كثافه ادي دينسي وعلى كثافه بتبقى ريشيو يا دكتور كده بتبقى ريشيو ما بقول لك ما دي ريشيو حاجه مقسومه على حاجه دي جمع ودي القسمة تمام بيسوي ايه بيسموها dimensionless يعني dimensionless يعني ملهاش dimension او no dimension او unitless ملهاش وحدة يعني ولك في الامتحان مثلا write the dimension of relative density هتقول لي no dimension او dimensionless او no unit او unitless ملهاش وحدة وملهاش unit حد فاهم حاجة ايوه تمام الحاجات دي مش موجوده في كتاب الحاجات دي مستنتجه من مسائل تمام يا دكتور الملحوظه الثالثه كلمه ريت معناها بقسم على زمن ريت معناها ايه بقسم على زمن يعني اي لو جت اي قبل كميه فيزيائيه او بعد كميه اي كميه فيزيائيه يعني مثلا الريت معناها ايه الكميه الفيزيائيه مقسومه على زمن الكوانتيتي على تايم مقسومه على التايم يعني مثلا مثال فولومتريك ريت يعني ايه فولومتريك ريت يعني المعدل الحجمي يعني حجم على زمن فوليوم بير تايم فوليوم على التايم
الفوليوم دايمنشن بتاعه ايه؟ اللي تكعيب اللي باور نيكس 3 والتايم تي تي يبقى اللي باور نيكس 3 تي باور نيكس 1 تمام. طب مثال تاني ممكن اقول لك انرجي ريت انرجي ريت بيساوي ايه الانرجي ريت بيساوي اي كلمه ريت بيساوي الكميه الفيزيائيه اللي بقول عليها انرجي على ايه على التايم اللي هي الباور يعني اللي هو الورك الانرجي اللي كانت دايما بتاعه ايه ام ال تربيع مع 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 الحل المسائل كتير هتحفظ الحاجات الدايمنشن بتاع كل واحد ام ال تربيع تي باور نيجاتيف 2 على التي التي هتروح مع يبقى ادينا ايه اللي هو الدايمنشن بتاع الباور اللي هو ام ال تربيع تي باور نيجاتيف 3. مثال تاني مثلا اقول لك مثلا فيلوسيتي ريت اي مثال اي حاجه فيها كلمه ريت معناها الكميه الفيزيائيه مقسومه على ايه على الطايم مقسومه على ايه على الطايم. اي سؤال يا شباب؟ في مشكله في الريت؟ لا دكتور تمام. لا دكتور تمام. في كلمه ثانيه اسمها جريديانت. جريديانت ايه يعني تدرج. يعني ايه كلمه جريديانت لو جت مع الوحده مع اليونت مع الـ مع الـ مع الكميه الفيزيائيه معناها ايه؟ بقسم الكميه الفيزيائيه على اللينس بقسم على ايه؟ على اللينس. يعني معنى جريديانت معناها ايه؟ بقسم الكميه الفيزيائيه على اللينس على الطول. مثال فيلوسيتي جريديانت التدرج في السرعه. التدرج ايه؟ في السرعه بيساوي ايه؟ فيلوسيتي على لينس في على ال الفيلوسيتي الديمنشن بتاعها ايه؟ ال تي سالب 1 واللينس ب ال ال هنا هتروح مع ال اللي فوق المفروض تبقى تي دي كده تي دي مش دي غلط يبقى تي باور نيجاتيف ايه؟ ما انا طبعا الانسان لازم اغلط يعني وانا تمام تي باور نيجاتيف 1 تي باور نيجاتيف 1 تمام شباب؟ تمام. طب مثال تاني بريشر جريديانت بريشر جريديانت بريشر جريديانت التغير في في الضغط او التدرج في الضغط جريديانت بيساوي بقى دكتور ما سمعت نعم هو البلاستيك جريديانت يبقى قيس بيها ايه بالظبط معلش الفيلوسيتي جريديانت اللي هو التدرج في السرعه زي ما انا قلت لك دلوقتي انا دلوقتي لو انا عندي سائل لزج فيسكوستيك فيسكاس ليكويد سائل زي مثلا زي عندك مثلا الجليسرين والميه والحاجات دي الفي على الاتش اللي هو القانون اللي فات ده قانون بتاع الفي على الاتش ده اف اتش على اي على في الفي على الاتش ده بيسموه ايه فيلوسيتي جريديانت في على اتش مش اتش على في لا بتكلم على في على اتش بيسموها ايه فيلوسيتي جريديانت اللي هو تدرج في التدرج في السرعه هتلاحظ ان حركه الطبقه السائل لو انت مثلا جبت ايه جبت مثلا لوح ازاز مثلا مايل مثلا بزاويه معينه بالشكل ده لو انت جبت لوح ازاز بزاويه معينه وحطيت مثلا عليه طبقه مثلا من السائل مثلا هتلاحظ الطبقه اللي فوق بتتحرك بس ايه بسرعه اكبر من الطبقه اللي تحت كل طبقه في جريديانت في تدرج في السرعه بيسموها فيلوسيتي جريديانت تدرج ايه في السرعه هناخدها في المساله دلوقتي شكرا تمام عفوا طب بريشر جريديانت بريشر جريديانت معناه ايه بريشر على لينس بي على اتش او بي على ال بريشر على لينس بريشر دايمنشن بتاع البريشر ايه حد فاكر ام ال باور نيجاتيف 1 دي باور نيجاتيف ايه على ال ال هيدينا ايه ام وهنا ال وهنا ال باور نيجاتيف 1 هيدينا ايه دي تطلع فوق ال باور نيجاتيف 1 يبقى هتطلع فوق يبقى ال باور نيجاتيف 2 ما دي تحت تطلع فوق ال باور نيجاتيف 1 في ال باور نيجاتيف 1 هيدينا ايه ال باور نيجاتيف 2 ودي تي باور نيجاتيف 2 زي ما هي تمام
اللي مش فاهم يسهل يا شباب، اللي مش فاهم يسهل. ممكن بس ممكن توريني قانون البريجر؟ معلش قانون البريجر في الصفحة عايز اشوفها بس. قانون البريجر 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 بيساوي الفورس على الاريا، الفورس اللي هو ام ال تي بار نيجاتيف 2 على الاريا ال سكوير. يبقى هدينا ايه ال ال هتروح مع ال مع السكوير اللي تحت، هتبقى ال تحت بس، يبقى ام في تي بار نيجاتيف 2 على ال، يبقى هنا ام في ال ماينس 1 تي تي بار نيجاتيف 2. تمام يا دكتور، شكرا. تمام، عفوا. تمام شباب، لا مشكله كده خلصنا الشابتر، نخش على الامثله بقى او باي 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 ملحوظه ثانيه. تمام، بصوا يا شباب، في بعض بعد 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 الامتحانات مثلا او في اسئله في الامتحان، الطلبه بي بي يعني مش تعرف تميز حاجات من حاجات ثانيه. يعني احنا خدنا الدايمنشن بتاع الفورس، خدنا الدايمنشن بتاع الفورس مش كده؟ لو جيت في الامتحان اقول لك مثلا رايز ذا دايمنشن اوف الكتريك فورس، او رايز ذا دايمنشن اوف نيوكلير فورس، او رايز ذا دايمنشن اوف ماجنتيك فورس، او رايز ذا دايمنشن اوف ميكانيكال فورس. اي حاجه فيها كلمه فورس هي فورس، هي نفس الدايمنشن اللي هو ايه، اللي هو الدايمنشن بتاعها اللي هو ايه ام في ال تي بار نيجاتيف 2، اللي هو الوحدتها اللي هي نيوتن او متر او كيلوغرام، متر كيلوغرام متر في ثانيه سالب 2. تمام يا شباب، يبقى فورس او الكتريك فورس او نيوكلير فورس او اي حاجه في كلمه فورس. طب الويت، ما الويت يعتبر فورس، قوه. يعني قال لك مثلا رايز ذا دايمنشن اوف ويت، الوزن، ويت يعني وزن. التنشن اللي هو الشد، الشد لو عندك مثلا حبل بس فيه شد، التنشن يعتبر فورس. يبقى اي حاجه وحده قياسها نيوتن اللي تقاس بوحده الفورس، الدايمنشن بتاعه اللي هو ايه ام ال تي باور نيجاتيف 2. تمام، عشان مش يحصل لخبطه في الامتحان الفاينل لو وصلك مثلا في حاجه زي كده. طب الانرجي، لو قال لك ورك، لو قال لك كينيتيك انرجي، ما تقول له مش عارف قانون الكينيتيك انرجي. لا، مش هتجيب له قانون، هو نفس الدايمنشن بتاع الانرجي او بتاع الورك. بوتنشال انرجي، الكتريك انرجي، نيوكلير انرجي، ميكانيكال انرجي، اي حاجه فيها انرجي او ورك يعتبر ايه نفس الدايمنشن، نفس ايه الدايمنشن، نفس اليونت. فاهم المشكله لحد دلوقتي يا شباب؟ تمام معك. تمام يا دكتور، تمام. الحاجات دي مش موجوده في الكتاب، الحاجات دي لتوضيح مستنتجه من المسائل والاسئله بتاعت امتحانات الفاينل. طيب نخش بقى على المسائل، ناخد ثلاث امثله نحلهم مع بعض. بص معايا يا شباب، الامثله او المسائل ثلاث انواع. كم نوع؟ ثلاث انواع. اما يقول لك يديك معادله، اما يقول لك يديك معادله يقول لك اسم صحتها، يعني هل المعادله دي صحيحه ولا خطأ، هتعمل ايه؟ هتقول له تجيب الجانب الايسر بتاع المعادله اللي هو الليفت هاند سايد، وتجيب الدايمنشن بتاعه، وتجيب الجانب الايمن وتجيب الدايمنشن بتاعه. لو الاثنين بيساوي بعض يبقى المعادله دي صحيحه، لو الاثنين مش بيساوي بعض يبقى المعادله ايه خطأ. يبقى اول نوع يديك معادله ويقول لك اثبت صحتها. ثاني نوع ممكن يقول لك ايه، استنتج معادله، فاين ذا ريليشن ما بين حاجتين، ما بين كميه فيزيائيه وكميه فيزيائيه اخرى. يعني في كميه فيزيائيه مثلا الطول مثلا زي مثلا هنا في المساله يقول لك ايه، فاين ذا ريليشن، اوجد علاقه ما بين ايه، ما بين مسافه وحاجه جاذبيه ارضيه وزمن. دي هتستنتج له معادله في الاخر خالص، هتجيب له ايه، هيجيب له المعادله ايه في الاخر خالص الشكل ده. تمام، يبقى هو يديك معادله يقول لك اسم صحتها، اما يديك اما يقول لك استنتج معادله، اما ثالث حاجه يقول لك ايه، اوجد الدايمنشن بتاع كذا، اوجد الدايمنشن مثلا بتاع اي كميه فيزيائيه مثلا. تمام شباب، فاهم المشكله؟ طيب نيجي مثلا نحل الامثله مع بعض، نحل الامثله مع بعض. اول مثال بيقول لك ايه، دي مثال رقم واحد، بيقول لك body is falling from the rest، يعني عندي جسم اهو، جسم سقط من السكون، سقط ايه من السكون، للاسف سقط من ايه من السكون، يعني الفينيس بتاعته في زيرو. قال لك find the relation between the rest
distance traveled by the body. يبقى اول حاجه ايه؟ اول قال لك انها شوانس، ركز معايا، find ايه the relation. يبقى انا عاوز ايه؟ عاوز معادله. عاوز ايه؟ عاوز معادله. طب العلاقه دي بتكون ايه؟ بين ايه؟ بين طرفين. علاقه بين ايه؟ بين طرفين. اول حاجه قالها ايه؟ بريجن بين ايه وايه؟ اول حاجه ذكرها يا شباب distance. مسافه. يبقى اروح كاتب ايه؟ اكس اهو في الطرف اهو بالشكل ده. اكس او عاوز اكتبها زي ما موجوده في الكتاب مثلا، اكتبها دي المضرب رمز اكس او دي اي رمز. تمام؟ بس ما فيش حد يجي يروح كاتبها لي برمز ال زي ريموت دايمنشن. لا أيوة تمام. يكتبها برمز معين بحيث ايه؟ يختلف عن رمز ايه؟ دايمنشن. طيب كتبتها اكس. طيب وعلاقه بين ايه وايه؟ ما بين مسافه وايه تاني؟ طيب. قال لك عجله الجاذبيه الارضيه اللي هي جي. علاقه ما بين قال لك بتوين ذا جرافيتيشنال اكسلريشن عجله الجاذبيه الارضيه يبقى ده جي. يبقى اكتب علامه تناسب واكتب ايه؟ جي. طيب والتايم وكتبت ايه؟ التي. طيب هنا قال لك النوع هل هي inversely proportional ولا directly proportional؟ انها تبقى طرد ولا تنتسب عكسي؟ انا حددت لك في المساله نوع العلاقه ايه؟ لا طيب حدد لك هل ايه بتتناسب؟ هل العلاقه ما بين ال distance والacceleration والtime هل العلاقه ما بين ال distance والacceleration ما بين مربع الاكسليشن ولا مكعب الاكسليشن ولا مربع التايم؟ لا مش حدد لك الباور كام. فانا اروح اعمل ايه؟ اروح كاتب العلامه اللي هي بروبورشنال علامه التناسب جي باور نيجاتيف اي، او ممكن اكتبها مثلا باور نيجاتيف باور نيجاتيف اي رمز يعني الفا جي باور نيجاتيف الفا مثلا تي باور نيجاتيف بي او تي باور نيجاتيف بيتا اي رمز يعجبك. جي باور نيجاتيف باور نيجاتيف ما انا قلت لك يا باشمهندس ما هو هنا مش حدد لك هل بتتناسب مع مربع ولا مع كعب ولا 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 ولا, ولا مقسوم بتاعه. انا دلوقتي انا هل المعادله هل ممكن تطلع مش المعادله ممكن تطلع جي على تي تطلع ايه يعني مثلا ممكن المعادله ممكن تطلع مثلا اكس بيساوي ايه جي في تي مثلا او المعادله ممكن تطلع ايه اكس بيساوي جي على تي سكوير مثلا او ممكن معادله تطلع ايه تي على جي تربيع مثلا هي كان نعم عشان من المساله هو معرفني ان الجي والتي انفيرسلي والديستانس دايركتلي معاه. مين مش قال لك فين؟ قال لك فين انفيرسل وفين دايركت؟ ده ذكرت في المساله ريشيو بتوين الديستانس ادي حته هنا بس مش مهندس هنا قال لك في المساله اللي هي انفيرسال ولا هل هي طرد ولا عكسي ولا دايركت بروبورشنال؟ قال لك في المساله ذكرك في المساله هو من طريق ايوه من كلامه يا دكتور بيقول لي كده ازاي من كلامه؟ قال لك اوجد علاقه اوجد ريليشن هنا العلاقه قال لك انفيرسال ولا دايركت؟ لا مش قال لك انا عندي دايمنشن هعين ريليشن هعين علاقه هعين اكويشن. انا مش عارف النوع الاكويشن ده هل انفيرسال ولا دايركت ولا هل انفيرسال مع الباور نيجاتيف 1 والباور نيجاتيف 2 ولا باور نيجاتيف 3 ولا دايركت بروبورشن مع باور نيجاتيف 1 والباور نيجاتيف 2 ولا باور نيجاتيف وهكذا. الفكره بس يا دكتور ان كل ما الريليشن هتزيد التايم هيقل. بس انا مالكش دعوه دي بيزيد ولا دي بيقل انا ليه علاقه مش انا عاوز عاوز كتبت العلاقه بالشكل ده وكتبت A و B وال A و B دي اعتبر مجهول بالنسبه لي عن طريق الدايمنشن عين ايه ال A و B. طب ممكن اديك مساله ثانيه وانت مش عارف دي بيزيد ولا بيقل يعني مثلا دي انت عارفها ممكن اديك مساله ثانيه وانت مش عارف اصلا العلاقه دي هل بيزيد ولا بتقل معاها حاجه في الويفز مثلا. تمام هتعرف ايه العلاقه ما بين مثلا اي مثلا اي كميه في مثلا من بين البريشر وال ومثلا والدنس مثلا العلاقه بينهم ايه؟ هل دي بيزيد ولا بيقل مثلا؟
تمام وصلت؟ في حد يعني اي سؤال؟ تمام. بسيل علامه البروبوشنال بكتب ايه؟ ايكوال كونستانت ثابت. تمام. يبقى في الحاله ادي المعادله بتاعتي ايه المجهول عندي؟ طبعا الـ A والـ B. حد يقول لي ثابت التناسب مجهول؟ لا، ثابت التناسب بعينه عملي ملوش دعوه بيه. المجهول عندي المعادله الـ K مش مجهول عندي. الـ K ممكن عينه عملي ملوش دعوه بيه، مش عينه في استخدام الدايمنشن. ايوه ده رقم ثابت. الـ K ده رقم ثابت، ممكن يكون ليه دايمنشن، ممكن يكون ليه يونت، ممكن ما يكونش ليه دايمنشن ولا يونت. يعني في بعض الثوابت لها دايمنشن ويونت، وفي بعض الثوابت ما لهاش دايمنشن. تمام. بحدد تمام. بعرف ازاي؟ بحدد لي في المساله. تمام. طيب تاني، الاكس ده عباره عن ايه؟ مسافه. الدايمنشن بتاع المسافه ايه؟ ال. الكي دي ثابت ملوش دايمنشن. الجي الاكسلريشن اللي هي جرافيتي اكسلريشن، الاكسلريشن ايه الدايمنشن بتاعه؟ ايه ال في تي باور نيجاتيف ايه 2، ال في تي سالب 2، الكل اس ايه باور ايه باور ايه. انا كتبت الدايمنشن بتاع جي زي ما هي اهو، ال في تي باور نيجاتيف 2، وطبعا الكل اس ايه اس ايه في تي باور نيجاتيف ايه بي. طبعا الباور ده هيخش جوه بقى، هيكون ايه ال في تي باور نيجاتيف 2 ايه هنا في تي اس بي. فاهم المشكله لحد دلوقتي؟ تمام. مش فاهم بالظبط الاول منين إيه؟ مش فاهم ايه ال اي والبي دي يعني لحد دلوقتي مش دخل يا دكتور. نعم. هي الكي راحت فين؟ الثابت ثابت ملوش دايمنشن. هنا بنزيفه يعني من المعادله. لا يا باشمهندس، انا دلوقتي انا شغال عن طريق دايمنشن. اي ثابت ملوش دايمنشن فمالوش يونت، فانا شغال على دايمنشن، فالدايمنشن بتاعه صفر، ملوش دايمنشن فمش هكتبه. تمام. في بعض الثوابت عادي بيكون ليها دايمنشن ولا لا؟ في بعض الثوابت لها دايمنشن. تمام يا دكتور. طب يا دكتور، مش حضرتك كنت قلت ان هي تبقى باور نيجاتيف بي او نيجاتيف اي حاجه؟ فين في تاني بتقول باور نيجاتيف بي؟ يعني يعني طب انت حضرتك اللي كاتبها اللي كاتبها. ممكن اشيل الاي دي واعوض انا بيه بي الفا، واشيل البي واعوض انا بيه بي بي تماثل. مش طب مش حضرتك نعم مش حضرتك كنت قلت نحط نيجاتيف ولا انا سمعت غلط؟ يا باشمهندس الاي والبي ممكن تطلع بوزيتيف او نيجاتيف. تمام. لو الاي طلعت بوزيتيف يبقى دايركت بروبورشنال، لو الاي والبي طلعت كميه موجبه يبقى دايركت بروبورشنال تناسب طردي، لو طلعت كميه سالبه مضاربه بالسالب يبقى انفيرس بروبورشنال. تمام. انا مش عارف نوع العلاقه ايه هنا يا دكتور. لو انا يعني انا موجب وزميلي افترضها برقم سالب، بس انا وهو ازاي افترضها برقم موجب وازاي افترضها برقم زي ايه مثلا قول. يعني مثلا زي ما حضرتك كاتب هنا كده، حضرتك مثلا فارض التي باور نيجاتيف 2 مثلا. ده تقول التي باور نيجاتيف ماينس بي. ماينس بي. زميلي مثلا كتبها 2 كتبها 2 هكتب رمز يا اخوانك، مش هينفع اكتب ماينس كذا، انا عايز اجيب الرمز زي مش هينفع اكتب تي باور نيجاتيف بي عليا اساسا، اكتب باور نيجاتيف بي. اكتب بي دي ممكن تكون كميه سالبه ممكن كميه موجب، يعني ممكن تكون موجب ممكن تكون سالب. انا يا باشمهندس انا بص يا باشمهندس ايوه يا دكتور، ممكن احطها باي حاجه، ممكن انا احطها باي حاجه صح؟ لا مش هينفع احط نيجاتيف جنبها. ليه بقى؟ بص يا باشمهندس، المساله بتقول اللي فوق، المساله بتقول ايه؟ في عندي مسافه، وفي عندي اكسلريشن عجل الجاذبيه الارضيه، وفي عندي زمن. في علاقه بتربط بين الثلاث حاجات دول. تمام. العلاقه طرديه عكسيه، مش عارف العلاقه نوعها ايه. طب علاقه طرديه مع الباور مع تربيع ولا تكعيب، ولا علاقه عكسيه مع تربيع وتكعيب، مش عارف نوع العلاقه ايه. فانا بفرض باور معين، باور مجهول، انا مش عارف نوع العلاقه ايه. بفرض مثلا جي باور نيجاتيف ايه،
وتي باور نيجاتيف اي بي. انا مش عاوز مش عارف نوع العلاقه دايركت ولا انفرسالي. لو طلع الاي او البي موجب يبقى دايركت بروبورشنال، لو الاي والبي ما بالماينس يبقى انفرسال بروبورشنال. انا ممكن احطها سالب او موجب. لا لا انت مش هتحطها، يعني شلون انت الكميه مجهوله لسه لسه هتطلعها، هتحطها سالب ولا موجب ليه؟ قديمة جايين ده لسه مش معنى. فانا فرضتها ايه وبي، هتفرضها ازاي؟ هتفرضها ازاي؟ انا بتكلم ان انا افرضها بوزيتيف او نيجاتيف. لا هي بالبوزيتيف، يعني هتطلب منك تبقى بالبوزيتيف مش بالنيجاتيف. انت بتصعب على نفسك الامور ليه؟ انت بتصعب لها على نفسك الامور ليه؟ عايز ابقى فاهم. ماشي 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 ماشي. انا دلوقتي انا دلوقتي ان الاكس جي اس اي تي اس اي بي، مش ينفع اكتب جي اس سالب 2 اي؟ ليه اكتب سالب 2 اي؟ ما ليه مجهولة يعني، اكتبها سالب ليه جنبها؟ صح صح. يبقى X يساوي K في جي اس اي في تي اس اي بي. الجي الدايمنشن بتاع الجي اي الدايمنشن بتاع الاكس اولا اللي هو ال ال تمام ال ال، والدايمنشن بتاع الجي ال تي سالب 2 طبعا من كل اس اي اس اي في تي اس اي بي. طب الايه اللي بره دي هتخش جوه بار، طبعا بيبقى بار على اس على القوس دي كله، في الحاله دي هيخش جوه يبقى ال اس اي اي في تي ماينس 2 اي في تي اس اي بي. تمام تمام. طيب هنا تي اس بي وهنا تي سالب 2 بي، هضربهم في بعض ايه حجم مع الاس، يبقى في الحاله دي هتبقى ايه T اس بي ناقص 2 اي. تمام. مش ينفع تي تضرب في ال ال دي ال ودي تايم. صح. يبقى في حاله دي ال ال سي تي اس بي ناقص 2 اي، وهنا وهنا ال زي ما هي. تمام. طيب روح ركز معايا بس دلوقتي، انا عايز اجيب في المساله دلوقتي عايز اجيب كلمه الاي وعايز كلمه ايه البي. بي اولا هنا في ال وهنا في ال، يبقى المفروض الباور هنا ونفس الباور هنا. هنا ال اس كام؟ في الطرف اليمين هنا ال اس 1، وهنا ال اس كام؟ يبقى الاي ب 1. يبقى الاي ب 1 تمام. هعوض هعوض بالاي ب 1 واجيب تاني وتاني. وهنا بقى في الطرف ده هنا في تي؟ مفيش تي في الطرف ده. هعتبرها تي اس 0. هعتبرها ايه؟ تي اس 0. يبقى تي اس 0 يا دكتور. ما تي اس 0 واحد اعتبر اعتبر هنا لكن انت تي اس 0 هيساوي ايه؟ تي اس بي ماينس 2 اي. تي اس بي ماينس ايه؟ 2 اي. يبقى في الحاله ايه؟ يبقى بي ماينس 2 اي هيساوي 0. الاي بكام؟ واحد. يبقى بي ناقص 2 هيساوي 0. يبقى البي بكام؟ ب 2. تمام. عوض في العلاقه دي بقى، يبقى الاكس هيساوي ك في الجي اس 1 تي تربيع. بس كده خلص. ممكن بقى دكتور اشيل الكي وارجع بروبورشنال ثاني؟ ماشي عاوز اتخلاها بروبورشنال، يعني جي اس 1 تي تربيع عادي مفيش مشكله. تمام يا دكتور. بس المفروض تكتبها بدلات الكي عشان الموازي المعادله. طب يا دكتور هي لو لا لا لو لو واحده منهم كانت طلعت بالنيجاتيف كان هيبقوا انفرسلي مش دايركت صح؟ واحده طلعت مثلا 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 لو فرضا لو البي طلعت بالسالب مثلا سالب الحاله المعادله هتبقى ايه؟ كي في جي على تي تربيع. لا يمكن كي في جي على تي تربيع. تمام يا دكتور تمام. اي سؤال تاني؟ تمام يا دكتور. النوع الاولاني اللي هو اوجد معادله فاينز ريليشن، اوجد ايه؟ النوع الثاني النوع الثاني اللي هو ممكن يقول لك ايه؟ اوجد الدايمنشن. النوع الثاني بيقول لك ممكن ايه؟ فاين ذا دايمنشن بتاع ايه؟ بتاع مثلا اي كميه فيزيائيه مثلا فايند دايمنشن اوف دينسيتي فايند دايمنشن اوف كذا. ممكن يديك علاقه ليها وممكن مش يديك علاقه. ممكن يديك فاين ذا دايمنشن ويروح وساكت. هو ممكن يديك ايه؟ اكويشن للحاجه اللي عاوز يجيب الدايمنشن بتاعها ولا لا. بص المعادله الاكزامبل بيقول ايه؟
يا شباب اللي فتح المايك اقفله. قالك if the viscous force between any two layer. يا شمهندس اللي فتح المايك اقفله. 200 رقم 200 يا شباب و 193. يا شمهندس رقم 193 اقفل المايك لو سمحت. اعمل ميوت يا دكتور. حضرتك ممكن تقفل المايك يا دكتور. اعمل له ميوت من عندك يا دكتور. انا هشيله من الاجتماع اصلا خالص. 297 دي ولا مين؟ 200 بس رقم 200 بس. وافق خلاص يا دكتور. خلاص ماشي ماشي ماشي. بصوا يا شباب مثلا دلوقتي هو بيقول لك عاوز الدايمنشن بتاع الايتا. عاوز الدايمنشن بتاع ايه؟ بتاع الايتا دي اللي هو معامل اللزوجه. فايند دايمنشن اوف ايتا اللي هو فيسكوستي كوفيشن اللي هو معامل اللزوجه بتاع السائل. هنا بتقول المثال بتقول ايه؟ قال لك اف ذا فيسكوس فورس لقوه اللزوجه بتوين تو لاير اللي هو بيسموها فريكشن فورس اللي هو قوه احتكاك. لا فيسكوس فورس قوه احتكاك ما بين طبقات السائل لقوة اللزوجة between two layer بين طبق بين طبقتين. يعني عندي layer ولاير أخرى من السائل. قالك if من معطى من العلاقة دي العلاقة اللي بتقول إيه الفيسكوس فورس بتساوي if تساوي الإيتا في الـ A في الـ DV على الـ DH. الإيتا بسموها إيه؟ بعرف لك كل علاقة بعرف لك كل حاجة في المعادلة دي. الإيتا اللي هو coefficient of فيسكوستي اللي هو معامل اللزوجة والدي في على دي اتش اللي هو بسموها يا شباب ايه؟ فولستي جريديانت. فولستي جريديانت لسه احنا عارفين دلوقتي فولستي جريديانت اللي هو التدرج في السرعة اللي هو السرعة على طول فولستي على اللينس. طيب المعادلة بتقول ايه؟ الاف يساوي ايتا في الاي في الدي في على الدي اتش. ايتا في الاي في الدي في على الدي اتش. انا عاوز اجيب الايتا. هجيب الايتا في طرف والباقي كله في طرف. هجيب الايتا في طرف. انا المطلوب في المسألة عاوز اجيب ايه؟ الدايمنشن او اليونت بتاع الايه؟ الايتا مثلا. فهجيب الايتا في طرف والباقي كله ايه؟ في طرف تاني. يبقى هضرب الاف في الدي اتش على الاي في الدي في. او الاف في الاتش على الاي في الدي في. تمام يا شباب؟ فاهم مشكلة؟ تمام. الاف دي عباره عن ايه؟ فورس قوه. الدايمنشن بتاع القوه ايه؟ ام في ال ال في التي سالب 2. دكتور اقول حاجه معلش. ايه اتفضل. مش الاي دي الاريا؟ الاي دي الاريا طب احنا ممكن نشيل الاف على الاي على طول ونحط البريشر. تمام ماشي. هنعمل ايه بقى؟ ايه اللي يحصل بقى؟ وبعدين؟ هتبقى ML باور نيجاتيف 1 تي باور نيجاتيف 2 مكان الاف على ايه على طول. ما فيش مشكلة. بس ليه تعاد ما تكتب الدايمنشن بتاع الال الاف والدايمنشن بتاع الاي وخلاص. بدل ما تكتب هنكنسل مع بعض. هنعرف نكنسل مع بعض. ماشي اقول لك تكنسل ازاي. ماشي يا شمهندس. الايتا بيساوي اف في الدي اتش على الاي في الدي في. الاف هو الفورس اللي هو ام في ال تي باور نيجاتيف 2 والاتش اللي هو ال ال والاي اللي هي الاريا ال سكوير والفي اللي هي الفيلوسيتي اللي يساوي ال تي باور نيجاتيف 1. هنا ال فوق اهي ادي ال مضروبه في ال دي بال سكوير هتروح مع ال سكوير اللي تحت. تمام فاهم المشكله دي. طيب هنا هتبقى ايه بقى؟ هتبقى ايه يا شباب تاني؟ هتبقى باور نيجاتيف 1 هتطير ال تي باور نيجاتيف 2 على ايه؟ ال على تي باور نيجاتيف 1. لا لسه مش طيرت حاجه ثانيه يا شمهندس. ما احنا تي باور نيجاتيف 1 هنطيرها مع تي باور نيجاتيف 2 هيبقى فوق تي باور نيجاتيف 1. تمام. يبقى هنا يبقى تي باور نيجاتيف 1 اهي هتروح مع اللي فوق هتبقى تي باور نيجاتيف ايه؟ هتروح سالب 2 هتبقى ايه؟ ماينس 1. تمام. يبقى نكتبها ازاي بقى؟ ام ال باور نيجاتيف 1 تي باور نيجاتيف 1 ام تي هتبقى زي ما هي بقى سالب ماشي 1 على ال دكتور في حد فاتح المايك
يا باشمهندسين يعني هلغي المحاضره وامشي؟ ما انا ممكن اقول المحاضره شرحت وخلاص وامشي. استغفر الله العظيم. برضه لسه فاتح الموبايل. 171 يا دكتور. لا لا 148 مقفل. انا اللي بكلم، انا اللي بكلم الدكتور، انا 148 بكلم الدكتور. خلاص خلاص يا باشا، خلاص يا جدعان. يعني انا غلطان اللي فتح المايك عشان لو في حد عايز يسال اي سؤال يسال، ولا في الدكاتره تاني واللي عاوز يخبط دماغه في الحيطه ويخبط. احنا اسفين يا دكتور. هو دكتور طالما ما بيتكلمش ممكن يكون عنده مشكله، مش فاتح المايك رخامه. ماشي، انا دلوقتي عارف اللي عندي مثلا حوالين الدوشه، مثلا في مشكله عندي مثلا في البيت، في دوشه عندي في البيت، ما فيش مشكله، روح اقفل المايك واقعد اسمع المحاضره. نفسه ممكن يكون في حاجه علقت، مش يعني مش حاجه. ماشي يبقى في الحاله دلوقتي الايتا هيساوي ايه؟ هيساوي ام في ال باور نيجاتيف 1 في تي باور نيجاتيف 1. فاهم المشكله في المساله دي؟ اي سؤال في المساله دي يا شباب؟ تمام. لا دي تمام يا دكتور، تمام ربنا يخليك. اخر مساله وكنا الشابتر خلص. هنا النوع الثالث من المسائل اللي هو يديك معادله ويقول لك اثبت صحتها. يعني هنا المعادله بنديها لك اهو، بيديك معادله اهو. المعادله بتقول ايه؟ خليها المعادله بتقول ايه؟ x باور نيجاتيف 1، ادي المعادله ايه؟ x ماينس x نود هيساوي v نود في t بلس بلس هاف اي تي باور نيجاتيف 2، تي باور 2. ايه المطلوب في المساله دي؟ عاوز المعادله دي هي اللي هي صحيحه ولا خاطئه؟ قال لك از دايمنشن كوريكت، يعني ايه؟ هل المعادله دي صحيحه؟ الدايمنشن بتاعه صحيح ولا لا؟ طبعا هنا هيعرف لك دي غير الثانيه، غير دي. هنا اوجد ايه؟ عاوز يوجد معادله. هنا بيقول لك اوجد دايمنشن، يعني هنا مديك العلاقه وعاوز يوجد الدايمنشن. نعم. لا قصدي في المعادله حضرتك كاتب تي كابيتال وتي سمول، ولا اتنين واحد ولا عادي ولا ايه؟ لا انا اسف، دي غلط. هي المفروض 2 تي كابيتال او الاثنين تي سمول، عادي مش هتفرق. يعني دي زمن ودي زمن، دي تايم ودي تايم، عادي مش هتفرق يا باشمهندس. اعدلها انا هعدل. ماشي يا باشمهندس، في اي سؤال ثاني؟ قال لك الاكس والاكس نود، عفوا الاكس والاكس نود بيسموها الفاينل اند انيشال ديستانس، المسافه الابتدائيه والمسافه النهائيه. والفي نود لا الفلوستي، لا الانيشال فلوستي، لا السرعه الابتدائيه، والاي الاكسلريشن، والتي لو التايم. اعرف لك كل. طيب هعمل ايه بقى في النوع من المثال دي بقى؟ اجيب الليفت هاند سايد. الليفت هاند سايد هو في هاف ناقصه في الرايت هاند سايد تحت على الشمال، بلس هاف. مالها مش فاهم؟ رايت هاند سايد تحت على الشمال. هنا نوصل. طب ما نوصل بس الرايت هاند سايد، ثواني بس نوصل بس، ويمكن انت غلطان ولا انا غلطان. المعادله بتقول ايه؟ اكس ماينس، ثواني بس يا باشمهندس، اكس قصدك في المثال من فوق ولا هنا ولا في الحل؟ في الحل. في الحل. طب لسه ما اكمل الحل واشوف الناقص. تمام. الناقص ايه؟ كمل يا دكتور الرقم ده. بص يا باشمهندس، الليفت هاند سايد اللي هو فين؟ الليفت هاند سايد اللي هو ده الطرف ده، دي الليفت هاند سايد، ودي الرايت هاند ايه؟ ودي الرايت هاند سايد، دي الجانب الايمن ودي الجانب الايسر. الليفت هاند سايد هو اكس ناقص اكس نود، اكس ده عباره عن ايه؟ مسافه، والاكس نود برضه مسافه، مسافه ديستنس ناقص ديستنس، يبقى ال ماينس ال، ما حدش يقول لي صفر، بيساوي ال، طول ناقص طول هدينا ايه؟ هدينا لينس، لينس ماينس لينس هدينا ايه؟ لينس. تمام، يبقى دي الليفت هاند سايد. طب الرايت هاند سايد، نيجي للرايت هاند سايد، الرايت هاند سايد اللي بيمثل الجزء اللي هو الجزء ده اللي هو الفي نوت، الفي نوت في التي بلس هاف او بلس نص
في الاي في تي سكوير. تمام فاهم المشكله؟ دي الرايت ايه؟ دي الرايت هاند سايد. طيب الفي نود عباره ايه؟ فيلوسيتي سرعه. الدايمنشن بتاعت السرعه ايه؟ ال في تي ماينس 1. طيب في المفروض مضروبه في التي هنا ناقصك اكتب ايه؟ التي. تمام؟ وهنا اللي هاف باشمهندس اللي بيتكلم عليها هنا باشمهندس باشمهندس اللي كان بيسال على النص. ايوه ايوه النص ده ملوش دايمنشن يا باشمهندس. النص اللي هنا ملوش دايمنشن. انا كنت بس انا كنت بقول عشان نشوف هتقول ايه بس انا كنت عايز ملوش دايمنشن. ملوش ملوش دايمنشن. في الحاله دي يبقى ال في التي الدايمنشن بتاع الاكسلريشن ال في التي ماينس 2 في تي سكوير زي ما هي اهي. تمام. ما اجي اضرب بقى هنا تي في التي ماينس 1 هيروح مع بعض دي هتروح مع دي. وهنا تي سكوير مع تي سالب 2 هتروح مع بعض. هتبقى ايه؟ ال بلس ال لينس بلس لينس ادينا ايه؟ ادينا لينس. يبقى الرايت هاند سايد بيساوي الليفت هاند سايد. يبقى المعادله الايكويشن دي از كوريكت صحيح دايمنشن كوريكت. ممكن يا دكتور يجيب لي كويشن غلط؟ مكتبوش انا مكتبوش ممكن يجيب لك مسألة غلط. تمام يا دكتور معلش هي التي اس سالب واحد طريق مع ايه؟ التي اللي جنبها التي اللي جنبها شو مثلا نسيت اكتبها نسيت اكتبها هنا في الـ في الـ في الباوربوينت هنا التي اللي هنا راح مع التي سالب واحد المفروض ايه؟ في نوت في التي في نوت اللي هي التي سالب واحد مع التي اللي جنبها انا سيدي اكتبها في الباوربوينت اكتبها يعني ان شاء الله دكتور هو يعني لو اي رقم في المعادله ما خدوش عشان ده ملوش دايمنشن صح اي كونستانت او اي رقم ملوش دايمنشن تمام يا دكتور الا مثلا لو قال لك في المساله فايند الدايمنشن بتاع الكونستانت ده او جد الدايمنشن او اليونت بتاع الكونستانت تمام اي سؤال كده خلاص خلصنا يا دكتور كده المحاضره خلصت بايد بايد بروبلم بايد لا يا دكتور تمام بقى في مسائل تانية او مسائل هناخدها واجب او اي حاجه البروبلم انا اصورها لكم وابعتها لكم على الجروب تمام على الواتس هنحلها احنا يعني اتحلوها مع بعض انا كده حلها التيمز ده دكتور هبعتها على التيمز عشان انا مش على جروب الواتس هبعتها على التيم هبعتها على التيم وهبعتها على الواتس طب ما تخش على الواتس طب هندفعك على الواتس يا كابتن طب ماشي طب حد يعمل لي هالطلب ده انا احط احط اللينك بتاع الجروب على الفيزياء على الصفحه بتاعت الفيزياء في التيم خلاص تمام دكتور حضرتك هترفع الباور بوينت ده والبي دي اف على التيمز انا بس اعدل بس في تمام باظت خالص مين يبل باظت خالص هاتوا الفلحين كده اصلا اتكل على الله دكتور يعني نقدر نطلع طيب اي سؤال قبل ما نقفل بس الاول خدت غياب يا دكتور هاخد غياب هاخد غياب دكتور 41 نزل البتاع عشان ندخل على جروب الواتساب ماشي يا اسطى هنزلها حالا في كومنت على التيم بتاع الفيزياء خلاص خدت غياب يا باشمهندس اللي عاوز يتفضل اتفضل اللي عاوز اللي لسه اي سؤال يسأل اللي عادي اتفضل اتفضل ماشي السلام عليكم عليك السلام وكده مع السلامه